أهلا بحضراتكم. وزارة الموارد المائية والري بترتب دلوقتي لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه، واللي هينعقد تحت عنوان العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة، وده هيكون خلال الفترة من 29 أكتوبر ولغاية 2 نوفمبر تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. تفاصيل أكتر عن هذه الترتيبات وتحضيرات الأسبوع القاهرة للمياه معانا على التليفون المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. يا اهلا بحضرتك. ازاي بيتم التحضير والاستعداد لهذا الاسبوع، اسبوع القاهره للمياه في نسخته السادسه؟ الحقيقه التحضيرات يعني في ما يخص اسبوع القاهره للمياه هي تحضيرات بتستمر يمكن من نهايه الاسبوع السابق. عمليات تنسيق مستمره مع جميع المنظمات وجميع الجهات الدوليه والاقليميه المعنيه بقطاع المياه للترتيب لكافة الجلسات وورش العمل اللي سيتم عقدها على في ضمن فعاليات هذا الأسبوع، وده أمر احنا بصراحة بنكون حريصين عليه، استمرار التنسيق مع كافة الجهات لعرض كافة القضايا الخاصة بالمياه في فعاليات الأسبوع اللي بتستمر لمدة 5 أيام، بتشهد يمكن جلسات كثيرة ومكثفة، يمكن بيبقى في اكثر من جلسه بتنعقد في نفس الوقت من كثافه الورش العمل والجلسات اللي بيتم عقدها خلال هذا الاسبوع. اكيد البدء في تشغيل المنصه المتكامله لاسبوع القاهره للمياه، ده واحد من الاخبار اللي احنا قريناها. يا ترى المنصه دي هتعمل ايه؟ هتشتغل ازاي؟ هتبتدي تشتغل امتى او اللي اشتغل بالفعل؟ هي بالفعل دي فكره لسه اول مره نطبقها السنه دي. الهدف منها تحقيق التواصل السهل بين كافة الجهات اللي بتشارك في هذه الفعاليات، المنظمات الإقليمية والدولية، السكرتارية الأسبوع التابعة لوزارة الموارد المائية والري، كل حتى الناس اللي هيتقدموا بيسجلوا للانضمام لفعاليات الأسبوع اللي عايزين يشاركوا فيه. دي هذه المنصة هتسهل كل هذه الخطوات وهتسهل في حتى ترتيبات أجندة الأسبوع وأي تعديلات أو إضافات أو تغييرات بتتم على هذه الأجندة بتتم من خلال هذه المنصة. فدي تجربة أول مرة ننفذها السنة دي، والحمد لله كان لها فرق كبير وتأثير كبير إيجابي على تسهيل عملية تنظيم الفعاليات وتسهيل التواصل بين جميع الأطراف. عظيم. باشمهندس محمد، أي مؤتمر أي قمة بتعقد بشكل دوري بيكون فيه كل سنة بيكون فيه تجديد عن السنة اللي قبلها، وبيكون فيه مكاسب كمان من النسخ السابقة. لو هنتكلم عن مكاسب النسخ السابقة حتى الآن من أسبوع القاهرة للمياه، وإيه الجديد في هذه النسخة؟ هو الحقيقة السنة دي والسنة اللي فاتت فيهم جديد عن السنوات السابقة. كل سنة طبعا بيبقى فيه فكرة بيركز عليها الأسبوع وفعالياته. السنة دي والسنة اللي فاتت الأسبوع الخامس كان التركيز على ملف المناخ والتغيرات المناخية وتأثيرهم على قطاع المية، ويمكن احنا كلنا ملاحظين حجم التأثير الكبير للتغيرات المناخية على قطاع المية في العالم كله. يمكن قبل كده من كام سنة كان الناس بتتكلم دايما عن التغيرات المناخية كنظريات أو أفكار أو توقعات للمستقبل، لكن احنا بقى لنا سنة أو سنتين بنشهد بالفعل تغيرات مناخية ومرتبطة بقطاع المية في العديد من دول العالم. عشان كده السنة دي والسنة اللي فاتت عنوان الأسبوع مرتبط تماما بالتغيرات المناخية. السنة اللي فاتت كان الأسبوع يعتبر حدث تحضيري لفعاليات المية في كوب 27 اللي عقد في شرم الشيخ. السنة دي أيضا الأسبوع السادس يعتبر تحضير لفعاليات المية اللي هتنعقد في كوب 28 في الإمارات. فدائما الأسبوع معني بقضايا المناخ السنة دي والسنة اللي فاتت، والترتيب لفعاليات المية في مؤتمر المناخ اللي هو بيعقد بعديه بشهر مباشرة، والأسبوع بيعقد في شهر 10 والكوب بينعقد في شهر 11. ف يعني تطلع والتوصيات اللي بتطلع من فعاليات الأسبوع بيتم تقديمها كمدخلات للجلسات والمناقشات اللي بتتم في فعاليات المية في مؤتمرات المناخ. طيب هيكون في مشاركة المفروض لطلاب المدارس المتفوقين ستام، بالإضافة لمشاركات من طلاب الجامعات والمعاهد المصرية والأجنبية، المفروض أن كل المشاركين دول هيكونوا متواجدين بهدف إيه؟
في اكثر من مسابقه بيتم عقدها ضمن فعاليات الاسبوع. الهدف منها انه كل فئات المجتمع بكل اعمارهم يدخلوا في هذه المسابقات ويقدموا افكارهم وابتكاراتهم المختلفه لتحسين عمليه الميه وتطوير اداره الميه. سواء هنا احنا بنتكلم على طلبه مدارس المتفوقين اللي هي مدارس ستيم، بيقدموا في مسابقه خاصه بيهم بيقدموا فيها مقترحاتهم وابتكاراتهم، في طلبه الماجستير والدكتوراه بيقدموا الرسائل بتاعتهم في 3 دقائق، في مشروعات التخرج ايضا في الخاصه بمجال الميه، في كمان مسابقه جديده اول مره تنعقد السنه دي عن الابتكار في مجال الميه، ايضا دي احد المسابقات الجديده اللي اول مره نعملها السنه دي. كل ده بحيث ان احنا يبقى عندنا تنوع من المشاركين، بالاضافه ايضا الى مسابقات خاصه بالمزارعين اللي نفذوا ممارسات مميزه في مجال اداره الميه وتحسين عمليه اداره الميه، ايضا لهم مسابقه خاصه بيهم بالفعل. طيب باشمهندس محمد، بيحضر ايضا كيانات اقليميه ودوليه في اسبوع القاهره للمياه، ازاي احنا ممكن نستفيد من تجاربهم وخبراتهم وفي نفس الوقت نفيدهم كمان من خلال تجاربنا في التعامل مع هذا الملف، خصوصا ان احنا زي ما حضرتك ذكرت في البدايه بنشهد حاله من التطرف المناخي، بنشوف سيول في بعض المناطق وفي شح في الامطار في مناطق اخرى. هو الحقيقه طبعا يعني الاسبوع دائما وكل الفعاليات الدوليه بتكون فرصه لتبادل الاراء والخبرات بين مختلف الدول، وكل دوله بتعرض ارائها وابتكاراتها والتجارب والمشروعات اللي هي نفذتها على ارض الواقع. مصر بتعرض المشروعات الكبيره اللي هي نفذتها وبتنفذها حاليا في مجال اعاده استخدام الميه، مشروعات حمايه الشواطئ والحمايه من اثار السيول اللي بتهدف للتعامل مع التغيرات المناخيه، كل المشروعات اللي مصر بتقوم بيها لتطوير المنشآت المائية وتحديث شبكة الترع وأعمال التطهيرات وخلافه. يعني كل دولة بتعرض مجهوداتها وإزاي هي واجهت التحديات اللي هي بتواجهها، ومن جانب آخر ممكن بنستفيد من تجارب أخرى في دول أخرى إزاي إن هي قدرت تواجه التحديات بتاعتها وإزاي قدرت إن هي تعمل خطوات كويسة في مجال إدارة المية، وده أمر هام جدا تبادل هذه الخبرات بين الدول. أكيد يا ترى إن شاء الله هيكون في مسابقات جديدة في الفترة القادمة أو في أسبوع القاهرة للمياه؟ هو بالفعل في مسابقة جديدة السنة دي لأول مرة، مسابقة عن الابتكار في مجال المية، ودي بالفعل في العديد من المشاركين اللي تقدموا لها، وإن شاء الله تبقى تجربة متميزة السنة دي عن السنوات السابقة يعني. أكيد. عظيم. باشمهندس محمد، حضرتك تتكلم عن المسابقات الجديدة وتكريم كمان العديد من المزارعين اللي تعاملوا بصورة جيدة مع ملف المياه باستخدام نظم الري الحديث، ده بيحصل تقريبا كل سنة في هذا الأسبوع، شايف ده انعكاساته ايه يا فندم على التوسع في فهم المزارع لطبيعة استخدام أسلوب الري الحديث في الأراضي؟ طبعا ليه أهمية كبيرة ان هو كل مزارع لما بيشوف هذه التجارب الناجحة واللي بيتم تكريمها، وإزاي إن هو المزارع دوت بيعرض تجربته إنه إزاي قدر من خلال تطوير منظومة الري عنده استخدامه لنظم الري الحديث قدر إن هو يزود من إنتاجيته المحصولية، يحسن من جودة المحاصيل المنتجة، وبالتبعية زيادة العائد المادي اللي هو بيكسبه. كل ده طبعا بيكون ليه تأثير إيجابي على غيره من المزارعين اللي بيشوفوا تجارب مطبقة على أرض الواقع، ومزارعين هم اللي منفذينها، مش بنتكلم هنا على تجارب بحثية أو حاجة موجودة في الكتب، ولكن تجربة حقيقية على أرض الواقع للمزارع قدر إن هو يحقق مكسب من خلال تطوير عملية الري واستخدامه لأنظمة الري الحديثة. شكرا جزيلا المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، ألف شكر لحضرتك.